رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو الذي أوكل إلى سوناطراك إنجاز هذه المحطات، 5 محطات عبر التراب الوطني الساحل الجزائري من الشرق ولاية الطارف مرورا بولاية بجاية وكذا ولاية بومرداس وولاية تيبازا للوصول إلى هذه المحطة في ولاية وهران. هذا برنامج استعجالي لرئيس الجمهورية وسوناطراك ملتزمة بتنفيذه إن شاء الله في الأجل وبطريقة جيدة، أساس طريقة جيدة.